السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأتطرق معكم إلى موضوع مختلف قليلا، ولكن عن iOS طبعا، حيث سأريكم في هذه الحلقة طريقة إضافة الزرار بجانب زر الهوم في هواتف الآيفون، حيث يمكنك إضافة زر من الجهة اليسرى بجانب زر الهوم وزر أيمن بجانب زر الهوم من الجهة اليمنى. طبعا مثل هواتف السامسونج على سبيل المثال يوجد خيار رجوع وخيار خيارات على ما أعتقد، فيمكنك أيضا في هاتفك الآيفون إضافة هذه الأزرار وتسهيل عملك على هاتفك الآيفون بطريقة كبيرة للغاية. في هذه الحلقة لن تحتاج إلى جيلبريك، لن تحتاج إلى أداة من السيدي، لن تحتاج إلى تطبيق، لن تحتاج إلى الدخول إلى الهاتف من الداخل أبدا، حيث سيكون كل عملنا من الخارج. طريقة إضافة هذه الأزرار زر Confirm وزر Options، يعني زر تأكيد وزر خيارات، يمكنك إضافتهم فقط عبر شريط لاصق لحماية الشاشة. نعم، شريط لاصق، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة في المتاجر الإلكترونية أشرطة لاصقة أو شريط لاصق لحماية الشاشة يوجد به هذه الأزرار من الأسفل. يعني يمكنك الدخول على سبيل المثال تطبيق الرسائل، تضغط خيارات، يمكنك اختيار إنشاء رسالة، مسح، مش عارف شنو، يعني الكثير من الخيارات. أيضا خيار Confirm تأكيد بدل من هواتف الآيفون، كلنا عندما يمكنك التأكيد شيء ما استضغط من الأعلى، يعني دان تكون في الأعلى دائما، فبدل أن تقوم بإصبعك هكذا وتصعد إلى الأعلى، خاصة إذا كان هاتف آيفون 6 أو 6 بلس، تصعد إلى الأعلى وتضغط على كنفور، يمكنك الضغط عليهم فقط هكذا وأنت تستعمل، يعني ستريح عملك بشكل كبير في هاتفك الآيفون. إذا مشاهدي الكريم، نجلب الآن الشريط اللاصق، طبعا يشتغل على الأغلب مع هواتف آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 6S و6S بلس، ولا أظن أنه يشتغل على الهواتف القديمة مثل هاتفي آيفون 5S. إذا كان لديك غلاف على الهاتف يجب عليك نزعه حتى تركب الشريط اللاصق بعناية شديدة. تقوم هاتف على الطاولة وتجلب الشريط اللاصق بجانبه، هنا سيكون معك وسيكون مرفق مع الشريط اللاصق هذا الإطار، تضعه حتى يركب الشريط اللاصق بدون فقاعات هواء وبشكل مميز جدا. الآن تقوم بفتح الشريط اللاصق واستجلب داخله مناديل، منديل ناعم أو رطب يوجد به بعض المياه إذا صح التعبير، وكذلك منديل جاف حتى تمسح به الشاشة. هنا يوجد بعض الخطوات التي إذا كنت تريد قراءتها فتقرأها يعني مرفقة مع الشريط اللاصق، يعني بعض الخطوات هنا الشريط اللاصق أو السكرين بروتكتر الذي سنحتاجه في التركيب. تقوم بنزعه من غلافه هكذا، تضعه على جنب لأننا سنقوم في مسح الشاشة في البداية قبل تركيب هذا الشريط اللاصق أو هذا الجلاس، يعني كما ترى ليست نايلون بل هي زجاج، يعني شريط لاصق الحماية مصنوع من الزجاج. الآن تأخذ المنديل، نقوم بمسح الشاشة بالمنديل المبلل في البداية، نقوم بتنظيفها جيدا، لا تترك فيها أي شيء. الآن تأخذ المنديل الجاف وتقوم بمسح الشاشة وتجفيفها بالكامل، لا تجعل يعني فيها أي قطرات من الماء، ويجب عليك تنظيفها بشكل جيد. الآن تأخذ الإطار وتقوم بوضعه فوق الهاتف لتمنع دخول بعض الغبار أثناء تركيب الشاشة، وكذلك تمنع حدوث بعض الفقاعات أثناء تركيب الشريط اللاصق. هنا ستقوم بنزع الشريط الذي يحمي الشاشة من الجهة التي تركب في الهاتف، تقوم بوضع هذا الشيء جانبا وتقوم بتركيب الزجاج أو السكرين بروتكتر أو الشريط اللاصق فوق الهاتف بعناية شديدة وبتركيز شديد. يجب عليك تركيب الحواف جيدا وقياس مسافة جيدا. إذا وجدت بعض الفقاعات أثناء تركيب الشريط اللاصق فيجب عليك الضغط ومحاولة عدم ترك أي فقاعة في الشريط اللاصق حتى يكون المنظر رائع، وكذلك تقوم الأزرار بوظيفتها بعناية. الآن تقوم بنزع الإطار بعد اكتمال التركيب، كما تلاحظ السكرين بروتكتر أو الشريط اللاصق أصبح مركب بشكل جيد فوق الهاتف. الآن نقوم بتجربته على سبيل المثال، سينفعك في الكثير والكثير من التطبيقات. يمكنك الآن إرجاع
الإطار أو الكفر الخاص بك في هاتفك الآيفون لا توجد أي مشكلة، كونك تركيبه الآن وكل شيء على ما يرام. الآن سنقوم بتجربة هذا الشريط اللاصق. ندخل على سبيل المثال إلى تويتر، طبعا هنا في الشاشة الرئيسية لا تشتغل، يشتغل فقط في داخل التطبيقات، تنفعك في الكثير من التطبيقات وبمختلف التطبيقات المتعددة، اي مسج، تويتر، انستغرام والعديد من التطبيقات الأخرى. الآن نقوم بتطبيق أو تجربة الطريقة على تطبيق تويتر. فلاحظ معي عندما أضغط من الجهة اليمنى كما لاحظت يمكنني كتابة تغريدة جديدة بدون يعني الضغط على تغريدة، وهي من هذا يعني من الأسفل. كذلك إذا رجعت وضغطت من الجهة اليسرى فلاحظ معي يمكنني تغيير الحسابات بطريقة سهلة جدا من الأسفل. طبعا الآن نخرج ونقوم بتجربة على تطبيق اي مسج. عندما أضغط من الجهة اليمنى يمكنني كتابة رسالة جديدة كما لاحظت يعني بدون الضغط من الأعلى. أيضا من إذا جربنا تطبيق انستغرام لاحظ معي هنا يمكنني الضغط هكذا من الجهة اليمنى. العديد من التطبيقات يمكنني تجربتها بدون أي مشاكل عبر هذا الشريط اللاصق الذي كما لاحظت وكأنه هاتف سامسونج، يعني رائع للغاية هذا الشريط اللاصق. أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة وأعجبك هذا الشريط اللاصق وأعجبك هذا المنتوج، شارك هذه الحلقة مع أصدقائك، لا تنس كذلك الضغط على زر سبسكرايب والاشتراك إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد صغير ومدونة التعلم الافتراضي. يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية وبخصوصا iOS. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لا تنسوا متابعتي.